اهلا بحضراتكم من جديد. في الحقيقه في موضوع كده يعني حبيت اعلق عليه وما كنتش ارغب في التعليق عليه ابدا، لكن اللي خلاني اعلق على الجزئيه دي تحديدا هو جمهور النادي الاهلي. وانا تحديدا بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن تويتت شريف اكرامي اللي كانت من ساعه تحديدا قبل دلوقتي، ويا ريت نعرض التويته نشوف شريف قال ايه. لاعب الاهلي السابق قال: الدوري ال 42 والثامن في مشواري، مبروك لجمهور الاهلي الكبير ولزملاء اللاعبين الرجال والمدرب الواعد رينيه فايلر، كل التوفيق لكم في المشوار الافريقي لتحقيق الهدف الاكبر. فانا بصراحه يعني انا شايف ان هي مش ظريفه، يعني اولا هي مش ظريفه، ثاني حاجه يكفي تعليق جمهور النادي الاهلي على التويته دي، هعرضها دلوقتي بس استنى عليا يا بيبو. ف ايه الهدف من التويته؟ لما تيجي كده تفصصها وتبص فيها طبقا يعني اللي احنا واخدين بالنا منهم وطبقا لتعليقات الجمهور، انك دايما برضو يا شريف مركز في عمليه الانشقاق في صفوف الفريق، ان انت بتخص المدير الفني، بتخص المدير الفني رينيه فايلر، وهو طبعا مدير فني مميز واللقب من خلاله طبعا، من خلال لاعبيه، من خلال مجلس اداره، من خلال مدير الكوره، من خلال كل الناس على فكره، من خلال جمهور النادي الاهلي قبل اي حد، لكن دايما ان انت بتخص ناس عن ناس، بتخص بعض اللاعبين، مش ذاكر خالص مجلس اداره الاهلي، مش ذاكر خالص الجهاز الاداري في النادي الاهلي، في بعض الامور اللي كان لازم في تويته زي دي لو انت حابب يعني، وهي ما كانتش ليها لازمه في الحقيقه، واحنا مش محتاجين او جمهور الاهلي مش محتاج حد يحتفل معاه من خارج النادي بالمناسبه. لكن انا اللي خدت بالي منه هو عمليه الانشقاق اللي مصمم عليها شريف اكرامي في الحقيقه. ما كنتش حابب اتكلم في الجزئيه دي، لكن كان لازم نعلق عليها لان دي طبيعه برنامجنا وجمهور الاهلي كان علق عليها بشكل كبير قوي. فانا عايز اقول لشريف حاجه، يعني في ايه؟ يعني انت دلوقتي اخترت فلوس انت وكابتن رمضان صبحي. انت ورمضان اخترتوا فلوس. عايزين ايه بقى من الاهلي؟ خلاص انسى الاهلي بقى. شيل الاهلي من دماغك. الاهلي مش بيعتبرك لعيب في النادي. انت مشيت واخترت طريقك وكل الكلام من ده. والناس كانت متعاطفه معاك في الاول لان كانت رغبتك الواضحه والمعلنه للناس انك واحد عايز تلعب، فبتشوف فرصه تانية انك تلعب في نادي تاني، وده حقك طبعا، وفي نفس الوقت حقك انك تختار تمشي، وكمان اخترت الفلوس واخترت لزمايلك الفلوس، ومعروف قوي انا قصدي على ايه في الجزئيه دي، تمام؟ فبالتالي انسى الاهلي، شيل الاهلي من دماغك خلاص، انسى الاهلي، مفيش اهلي عندك، انسى الاهلي. الاهلي لجمهوره، الاهلي للمخلصين للاهلي، الاهلي المسؤولين لكل من حب هذا الكيان بصدق وبدون اهداف ومن غير ما تلعب على مشاعر الجماهير. انا بقى اللي عاجبني هنا وعي جمهور الاهلي برضه، اللي خلاص بقى بالنسبه له الموضوع واضح وضوح الشمس، يعني مين معانا ومين علينا، مين بيحب النادي ومين ما بيحبوش من خلال التصرفات اللي حصلت قبل كده ومن خلال بعض التصريحات. والاهلي في كل الاحوال بيفوز بالدوري يا كابتن شريف وبمختلف البطولات، رغم ان بعض اللاعبين المفروض هم كبات اللي في الفرقه عملوا بعض التصرفات، وانا قصدي انت طبعا، في انك تنزل تويتات في توقيت ما ينفعش فيه وانت نقدت نفسك قبل كده. وانا لو قعدنا نتكلم في القصه دي هنطلع شريف غلطان من فوق لتحته يعني، لكن احنا في وقت فرحه دلوقتي. بس انا لازم برضه اعرض تويتات او تعليقات جمهور النادي الاهلي على تويت شريف اكرامي لاعب النادي الاهلي السابق، يا ريت تعرضها لنا يا بيبو، لان هم في الحقيقه عندهم درجه كبيره جدا من الوعي. الناس كده من نفسها دخلت راحت ايه رد على الشريف. الشيف مسعد ساشا قال ايه؟ لا تقحم نفسك في جمله مفيده، انت الان خارج الكيان فلك مستقبلك ولنا نادينا، لو سمحت لا تشاركنا افراحنا، ما لم تشاركنا احزاننا، لقد قصوت على قلب احبك وهتف لك. تمام، ادي تعليق. وليد راح ردد على مسعد قال له ايه؟ قال له انت جبت الخلاصه يعني، بصراحه كده انت جبت من الاخر يعني. انس رد على شريف وعلى التويته بتاعته قال له: اسفين يا شريف، ده كان زمان، دلوقتي انت لاعب في بيراميدز وانتهت علاقتك بالاهلي، وبالمناسبه العلاقه انتهت للابد يا شريف بقى، خلاص بقى يعني خلاص، سواء انت او رمضان او حتى الكابتن اكرام الشحات اللي بنكني ليه كل الاحترام. ما تتكلمش على الاهلي، ده كلام انس ولا جماهيره، لان مش مقبول منك تهنئه، بالتوفيق ليك في بيراميدز، ربنا يا رب يوفقك ويكرمك باذن الله في مشوارك المتبقي يعني. والخلاف هنا ليس خلاف شخصي بالمناسبه، هو خلاف في مواقف وخلاف في وجهات النظر، لكن الحاجات بصراحه واضحه قوي.
مسعد او ده مين محمد قال ايه؟ قال الله يبارك فيك بس ما اعتقدش انك تعمل دمج لاسمك برابط اسم الاهلي، انت كنت خارج من باب الكبير بكل احترام، وكلنا احترمنا رغبتك ده حقيقي، لكن بعد اللي حصل منك انت و32 مش قصده على رمضان واكرامي الكبير، احنا ما يشرفناش تكون جزء ولو حتى بسيط من اسم الاهلي، تاريخك اللي فات احنا فاكرينه وبنحترمه طبعا، لكن اللي جاي ده مش ليك يا كابتن شريف. ناخد حاجه كمان، ناخد طارق احمد قال لك للاسف يا كابتن مباركتك غير مقبوله، جمهور الاهلي غير يا كابتن، عارف ليه؟ لان عندنا الانتماء والولاء والاخلاص وانكار الذات وحب كان هو الاساس. شفت الفرق بقى يا كابتن؟ انا ممكن اقعد نقرا بقى ايه كومنتات كتير قوي يعني بصراحه يعني. بس انا جبت البعض، كفايه يا بيبو دول، كفايه دول. الفرق واضح لشريف اكرامي دلوقتي لما كان لاعب في النادي الاهلي ولما اختار ان هو يرحل من الباب الكبير، وكان تعليقات جمهور الاهلي ليه كانت عامله ازاي، والفرق ما بين تعليقات جمهور الاهلي دلوقتي بعد ما رحل شريف من الباب الضيق جدا في النادي الاهلي، يعني بعد التصرفات الغير متوقعه والصادمه. انا عن نفسي على المستوى الشخصي انا اتصدمت من تصرفات شريف اكرامي بصراحه يعني.